أبيضان صغيران جميلان، هكذا استقبلتنا صغار الليث الأبيض. مولودان جديدان لم يتعدى الأسبوعان، تزينت بهما حضيرة الحيوانات والتسلية بربطية بولاية الطارف، بالإضافة إلى ولادة اثنين آخرين من الأسود الإفريقية وأسود أخرى هجينة. تزينت الحديقة بازدياد شبلين جميلين للأسد الأبيض، وهو ما يعتبر من السلالات النادرة، وبذلنا مجهودات كبيرة باش نحافظوا عليهم إن شاء الله، ونحافظوا على صحة الأم باش تبقى في صحة جيدة، الاعتناء بأكلها بصحتها بظروف معيشتها. هذه هي من الولادات النادرة يعني عالميا، وهذه تزخر بها حديقة بربطية على المستوى الوطني. حديقة بربطية يعني عندها تقريبا أصناف عديدة من الأسود. الصنف هو الأول الأسد الإفريقي اللي يميز قارة إفريقيا، أسد الأبيض اللي هو جاء من صربيا، والأسد الجبال اللي هو يخص قارة أمريكا. الليث الأبيض من السلالات النادرة، يسعى طاقم الحضيرة للحفاظ عليها بالإضافة إلى سلالات أخرى مهددة بالانقراض، على غرار الغزال الأروي، الليمور، اللاما، أسد الجبال الأمريكي. أما بالنسبة للدب كيكي فيلقى عناية مميزة، خاصة بعد نجاته بأعجوبة العام الماضي. كيكي في الحرائق الماضية كيكي كان عرف يدب راسه، كان لجأ إلى المسبح، دخل ثم في المسبح بقى غير راسه يبان ويتفرج واش كاين، حتى نكشف علينا ربي هذيك. والحمد لله نجح، وسلكت جميع الانواع، ما كانتش عندنا خسائر الحمد لله. جبنا الاولاد الحديقه، هاي شوفوا، حابين يشوفوا الحيوانات. واش عجبك الحيوان؟ والاخر تحب الدب. واش اخر ليت واش عجبك؟ أسد. حديقة تحتوي على أصناف نادرة أخرى وتتلقى رعاية خاصة كالتمساح الإفريقي، ثاني الزواحف المتبقية في العالم، يزيد ب30 سنتيمترا في العام ليصل إلى 9 أمتار أو تفوق.